Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Baharda yeryüzünde o cennetin bağısın. Baharda yeryüzünde o cennetin bağısın. Hello كتير. ارجعي لمكانك. انا سبتريدي انا لا نزلوا ايديكم. اليوم بكفي هيك لانه انا بدي احكي لكم شيء مهم كتير. انا هالفترة ما عاد رح درس. انسة وليش ما عاد بدك تدرسينا؟ لانه اخذت اجازة. انا اجتني منحة ورح اطلع برات البلد، وانا اصلا صار لي ناطرة هيك فرصة سنين. مدرسة موسيقى خاصة، يعني بدي صير مدرسة مختصة، وأكيد رح أعمل فرقة كمان وهيك شي. ولهذا السبب لفترة رح كون بعيدة عنكم. يعني هي فترة بس. هلا فيكم تطلعوا. رح نشتاق لك أنسة. وأنا كمان. ديري بالك على حالك. مع السلامة أنسة. تسلمي لي يا عمري. انتبهوا على حالكم. مجد، ليش ما طلعت معهم؟ يلا ارفع راسك لشوف. اتطلع فيني. أسف. أنت رح ترجعي من هالسفرة؟ أكيد بدك ترجعي. ورح ترجعي للصف ورح تعطينا دروس. قولي إنك رح ترجعي. إيه حابة أرجع كتير. حابة أرجع لهون وأخلص من هالمنحة وأعطيكم دروس مثل هلا. بس ما رح تكون الرجعة بإيدي. رح أعمل اللي بقدر عليه لأرجع. لا. لا تعملي اللي بتقدري عليه. انت لازم ترجعي اكيد. لازم ترجعي. بدنا تعزفي على البيانو وترجعي تغني لنا، لهيك لازم ترجعي. بدك تعلمينا اغاني جديده. وعديني ترجعي. ما بقدر اوعدك بشي هلا مجد. لا لازم توعديني. عمل لك لازم توعديني. بايدك ولا مو بايدك ما دخلني. يلا وعديني. قولي إنه بتوعديني. لازم توعديني. هيك لكان. إذا مو قدرانة توعديني معناها أنا اللي رح أوعدك إنه رح ترجعي من سفرتك، وأكيد رح ترجعي تعطينا دروس بهذا الصف. بدك ترجعي لحتى تعلمينا اغاني جديده. ليكي انا عم بوعدك وراح اعمل كل شيء لحتى ترجعي. لوين أنسة إنجي؟ أنا بدي أترك المدرسة لفترة
بتمنى انه نرجع نشوف بعض مشان تتعالجي؟ ايه. موفقة أنسة إنجي، إن شاء الله رح ترجعي لنا بالسلامة يا رب. إن شاء الله. رح ندعي لك كلياتنا يا أنسة إنجي. شكراً. عليكي العافية، ترجعي لنا بالسلامة. شكراً. ما على قلبك شر. الله معك بنتي، لا تيأسي بنوم، الله يعافيكي. بتشكرك أستاذ، تسلم. أكيد رح ترجعي ونلاقيكي بينا، بالسلامة إن شاء الله. عليك العافية. ما على قلبك شر. موفق يا رب. يسلم. وهلأ عن إذنكم لك وين الكراف تبعك؟ وين لك أمي؟ شو هاد؟ ضبط لي قميصك العمى. رح تروحي يا أنسي إنجي؟ رح روح. وهلأ كنت عم ودع الأساتذة وودعت الطلاب كمان، وإجيت حتى ودعك. فهمت، تودعيني. ليك يا أنسي إنجي، هالشي بداية، بس نحن صار بيننا مواقف. أنا دائما حاولت أعمل الصح مثل ما بشوفه، ما فيني أقول إنه ما غلطت، بظن هذا الصح. كل شيء عملته كرمال طبق القوانين بالمدرسة مو أكتر أنسي إنجي. بس كمان انسي خلص. بس اللي حابب أقوله، أنا طول عمري بحترمك كتير، أنت صاحبة مبادئ وعندك إرادة. يا ريت لو ما صار هالشي، يا ريت. يا الله، والله شكلي مرضان. بتمنى إنه ترجعي لنا بالسلامة. ناطر اليوم اللي رح ترجعي فيه على المدرسة. الله يشفيك ويكون معك يا إنجي. شكرا. يلا يا ابني يلا، ظبط لي موديل الجاكيت. مجد؟ علاج حضرتك، رح يكون بالبيت ولا بالمشفى؟ كيف عرفت انه بدي اتعالج؟ من المشفى، شفتك هنيك. ايه فهمت. بالوقت الحالي رح كون بالنهار بالمشفى وبالليل رح كون ببيتي. هالفترة هيك رح يكون الوضع. ومين رح يكون معك؟ نزار رح يكون معي. بس هو عنده شغل، يعني انه مين رح يكون معك بالنهار؟ انت لا تاكل هم. بس انا انسى. مجد، انت في عندك مسؤوليات غيري، فكر بدروسك وبس، ودروس الموسيقى. ليك انت تعبت على حالك كتير، ولا باي وقت ولا باي ظرف اصحك تضيع مدرستك، ولا تسمح لأي حدا يضيع تعبك. اتدرب دائماً، على طول تعب على حالك، ورح تصير عازف كبير ومغني موهوب كمان فوقه. إذا بقيت هيك رح تنجح، أنا واثقة فيك كتير. وبكل لحن من ألحان جيتارك، وبكل غنية أنا رح كون موجودة جنبك. طول ما أنت عم تغني أنا رح أبقى عايشة. أنا رح أعيش.
اللي بدي اياه منك هلا انك ما تتخلى عن حلمك وعن الموسيقى. بخاطرك هلا. شبكي إنجي؟ تعبت. صار شي؟ لا ما صار شي. بدي روح على البيت فوراً لو سمحت.